الرياضة والسياحة وجهان لعملة واحدة، حيث أصبحت الرياضة عاملا مهما للترويج للسياحة عبر رياضيها من أجل تثمين السياحة التونسية وفتح أسواق جديدة قادرة على تطوير هذا القطاع المهم. اتجاه جديد للترويج للسياحة التونسية انتهجته وزارة السياحة من خلال إمضاء اتفاقية شراكة مع البطل الأولمبي خالد الجندوبي. كوجهة سياحية نختاروه، معناها كنعملوا معها الشراكة هذه اللي ممكن ياسر زادة راهو تتعمل مع معناها أبطال أخرين من معناها تونسيين، معناها اللي باش يشاركوا خاصة في الألعاب الأولمبية، والألعاب الأولمبية باش تكون عليها متابعة كبيرة من العالم الكل، خاصة باش تصير في باريس اللي نحن عندنا معناها أول مرشي سياحي تونسي في باريس. البرنامج مع خليل باش يكون معناها على الريزو سوسيو باش نواكبوه في ونكونوا حاضرين معاه في الكالندري نتاعو الكل، معناها سواء كان في التحضيرات خاطر ماهوش يتوقف على الالعاب الاولمبيه لكن على كامل السنه. بطبيعه بعد ما يكون العالم تاعك يرفرف الفوق فما برشا عباد باش تولي تعرف تونس. تونس كما نعرفوها راهي فيها برشا بلايص مزيانه حتى نحن نزوروها، باش تولي فما برشا عباد تجي لتونس، فما شكون عباد يحب يجي تترينا معاك خاطرك انت بطل، باش يجيو زاد يشوفوا تونس، والهدف نتاعنا الوحيد ان تكون تونس معناتها ديما الفوق ان شاء الله. وإضافة إلى ذلك يعمل الديوان الوطني التونسي للسياحة على مدار السنة على التعريف بالوجهة السياحية التونسية. نخدموا برشا ديوان الوطني التونسي للسياحة على السياحة الرياضية، سواء كان جبنا ديزيكيب ولاو يعملوا الاستاج نتاعهم في عند راهم ولا في تونس، معناها سواء كان ذي في خاصة في كرة القدم. في التنس عندنا معناها تونس ولات وجهة تخدم 360 يوم في مستير، فما دي تورنوا كلاسي معناها ودي تورنوا نتاع دي جون قاعدين على 360 يوم. ودعت وزارة السياحة كافة المؤسسات التونسية العمومية أو الخاصة إلى تبني نفس التماشي مع أبطال تونس من أجل مزيد تثمين الوجهة السياحية التونسية والارتقاء بهذا القطاع.